الله الله على الجايز الله. عايزين مسلسل بقى يا عم محمود ناخد بيه جوائز السنه الجايه ان شاء الله. بس على فكره انا اجري زاد 50%. بس كده من عناية يا سيدي. 60% بس على شرط تديني انا اول مسلسل تكتبه. اه طبعا عناية ليك، بس اهم حاجه بقى العقد، واهم من العقد العربونه يا استاذ. ماشي يا استاذ محمود ماشي، بس تحن علينا بورق حلو. الله الله الله، وانا عمري كتبت قبل كده ورق وحش ولا ايه؟ والمسرح يا استاذ محمود انت نسيت ولا ايه؟ انت كانت بدايتك مسرح. لا ما نسيتوش ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان المسرح ده ما بياكلش عيش، فالواحد يعمل له كام مسلسل كده يلم منهم قرشين وبعد كده نعمل مسرح براحتنا. انما انا شايفه دبله في ايدك، انت متجوز ولا ده ستايل عشان تطفش بيه المعجبات؟ معجباتي بس اللي طفشهم، الحمد لله انا متجوز. انا بس اتصورت ان اي ست متجوزه راجل زيك مش ممكن تسيبه يسهر ويخرج لوحده. لا ما هو انت اصلك مش واخده بالك. الاستاذ محمود بيتجوز ست من كوكب العقلين، هانم استاذ الجامعه محترمه ملهاش في السهر والاعداد بتاعتنا دي يعني. لا بالعكس، هي بتحترم الفن والفنانين قوي، كل ما في الموضوع انها بتصحى من النجمه، ما ينفعش الطلبه يبقوا مستنيينها وتروح لهم متاخره. استاذ محمود ولا حركه مسكناك. خير ممنوع المؤلفين يسهروا مع بعض ولا حاجه؟ احنا مش هنسيبك الا لما تسجل معانا حوار للقناه بتاعتنا. طب ما تسجلي معانا احنا كمان، يمكن ربنا يفتحها علينا. لا معلش، احنا عايزين استاذ محمود وجوايزه وبس. يا نهار ابيض على الاحراج، انا لو مكانك استخبى تحت الترابيزه. بقول لك ايه، بعد ما تخلصي مع الاستاذ محمود انا جاهز. لا معلش، احنا عايزين استاذ محمود لوحده. يا اخوانا في حد تاني عايز يتحرج؟ سامية. ايه سامية، انت لسه فاكر سامية؟ الاكل برد والشمع قرب ينطفي والفرحة خلاص انتهت، ما كملت السهر ليه مع الناس اللي انت كنت قاعد معاهم؟ والله يا سامية غصب عني، شوية منتجين ومخرجين حبوا يحتفلوا بيا عشان الجوائز اللي انا خدتها يعني، فالقعدة طولت. غير كده في قناة فضائية صورت معايا، ان شاء الله هتتذاع بعد بكرة. والانسانة اللي قاعدة مستنياك وقفت في المطبخ ساعات تعملك كل اصناف الاكل اللي انت بتحبها، نسيتها؟ نسيت ان انا اكتر واحده ممكن تفرح لك في يوم زي ده؟ يا ساميه ما انا قلت لك غصب عني، انا ما كانش في دماغي سهر خالص. الجماعه اصحابي دول خدوني بربطه المعلم كده وطلعنا على الجربون. مش هو ده بقى المكان اللي حضرتك كنت بتسهر فيه قبل ما نتجوز؟ مش هو ده المكان اللي بتصرف فيه كل فلوسك على شله المقاطيع اللي هناك؟ يا سامي يا حبيبتي انا بقول لك النهارده ما صرفتش حاجه، انا كنت معزوم عشان الجوائز اللي انا خدتها. بس انت وعدتني وحلفت بحياتي ان انت مش هتخش المكان ده تاني، اكيد حياتي ملهاش اي قيمه عندك. يا سامي يا حبيبتي فهميني. من فضلك انا مش هقبل اي اعتذارات، لو عايز تاكل سخن الاكل وكل، ويا ريت ما تزعجنيش عشان عندي محاضرات بكره بدري. ولا على ايه؟ نام براحتك وانا هنام هنا في الريسبشن، هدخل اجيب بطانيه. استني بس يا ساميه. من فضلك ما تلمسنيش. والله العظيم دي حاجه عجيبه جدا، ايه الجنان الرسمي اللي انا فيه ده؟ نام انت يا ست جوه في اوضه النوم وانا هترزع هنا على الكنبه، تعيشه تقصر العمر. ما انا كنت عازب وعايش براحتي في البيت، قاعد بخرج بدخل بعمل كل حاجه زي ما انا عايز، اروح اتجوز مدرس الجامعه، تمشي لي البيت بجدول، انا اللي دبست نفسي التدبيسه السودا دي. من فضلك وطي صوتك، لان الجيران اللي حوالينا فاهمين ان في البيت ده ناس محترمين. يعني قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش محترم ولا ايه؟ جوزك مش محترم يا هانم؟ ماشي خش وقفلي على نفسك بالمفتاح زي كل مره. هو ده اللي انت بتعمليه؟ هو ده اللي انتوا بتعلموه للطلبه في الجامعه؟